تلقي كل أسرة تونسية في السنة بمعدل 42 كيلوغرام من مادة الخبز، هذه المادة التي تتصدر قائمة المواد الغذائية المبذرة في تونس. ولمكافحة هذا الإهدار الغذائي قدمت بلدية تونس بالتعاون مع المنظمة العالمية للتغذية وكافة الأطراف المتداخلة والمختصة في هذا المجال نتائج دراسة حول استراتيجية الحوكمة الغذائية الحضرية. الهدف متاعنا هو أنه نعمل نموذج للحوكمة الغذائية لبلدين تونس بصفة عامة، يعني باش نحدوا شكون هم المتدخلين، كل شنو دور كل متدخل في السلسلة الغذائية، من هلا لسنة 2030 يكون ثم عنا سياسة متاع حوكمة غذائية واضحة في بلدية تونس ولما لا في كل بلدية تونسية الأخرى. هذه الدراسة تمكننا من معرفة النقاط التي يقع فيها التبذير الغذائي وحتى يمكن التدخل للحد منه. هذا يأتي في مرحلة مهمة خاصة مع تفاقم الأزمة الغذائية التي نعيشها مع ارتفاع سعر القمح. في هذا الإطار أوضحت رئيسة بلدية تونس أنه تم تركيز تجربة نموذجية منذ أكثر من سنة. هنا تجربة نموذجية في منطقة الكبارية، قمنا بالدراسات اللازمة داخل مدارس في جهة الكبارية، واليوم باش يتم تقديم حوصلة هذه الدراسات ورسم سياسة مستقبلية لتجسيد هذا المشروع. يرتكز أكثر على التحسيس، واحد يرتكز على الكنترول، كل مجموعة من لي زاكتور الموجودين في النظام هذا الغذائي يرتكز على أشياء تهمه هو. ومن أبرز ملامح الاستراتيجية حول الحوكمة الغذائية الحضارية وفق المشرفين على هذه الدراسة التنمية المستدامة والتغذية السليمة خاصة للناشئة، إضافة إلى مقاومة التبذير وإعادة تدوير النفايات عبر الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الدائري.